السلام عليكم ميلا ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم من 40 سنة اللور حفيظة وعبد القادر الله يرحمه ويوسع عليه يا ربي، القادر الضحى حفيظة الكلينيك عند الحلو الله يرحمه، تا هو يا كلينيك الحلو في اسفي، و ولدات بنية وسمتها مريم في 11 نوفمبر من 40 سنة، داز العمر وكبرنا وتمتعنا مع بانا الله يرحمه، تمتعنا بحنانه، تمتعنا بطيبته، تمتعنا برضاه، تمتعنا بأوقات كلها دازت معاه. الحمد لله فقدنا أعز إنسان يقدر يفقده شخص في حياته، والأب أول عيد ميلاد أو أول احتفال أو أول مناسبة مع الوفاة دياله الله يرحمه ويوسع عليه ويجعل مثواه الجنة يا ربي. دارت لي مفاجأة أنا ما كنتش عارفاها، لوسي، لا لوسي ورجلها كانوا عيطوا لواحد لاسوسيتي اللي كيليفغيو الورد في العالم. أنا ما هضروا قلت معي مكنتش معاها، ما غيوصلش للمغرب، ما عندناش حنا هاد لو سيرفيس. صيفط لهم راجلي نمر التليفون وصيفط لهم لادريس وكل شيء، صيفطها لاختو وكونتاكتاو لا سوسيتي ديال الورد، ودابا كاين يعني انا نسيت يعني قلت ما غيجربوا، ولكن المهم اللي فكروا كان داك الشيء وصل. دابا كان كيتصل بيا مول الورد كيقول لي عافاك صيفطي لي لا لوكاليزاسيون، راه عندي بوكيت الورد بتليفري ليك. ملي قلت الراجل ضحك قال لي راه المهم راه هما يعني سبحان الله ناس ثقافه زوينه وعقليه زوينه، والانسان ملي كيف يتفكرك بيفرحك بالطريقه. حتى من سويسرا خلصوا تما بالكارت فيزا ديالهم واختاروا البوكي وغيت ليفغ ليا دابا واحد شويه غادي نوريه لكم ملي غادي تليفغ لا دوموند من لا سويس. دونك يعني اي واحد مثلا يكون في الخارج وبي بيصيفط بوكي الورد يفرح ميمتو ويفرح الزوجه ديالو ويفرح اختو في مناسبه ولا تفرح خوها في مناسبه، راه كاين هاد لو سيرفيس. وانا ان شاء الله غادي نصور الكارت فيزيت ديالهم وغادي نصور لي دوني وغادي نحطها لكم في الفيديو. حتى في المدن مثلا من مدينه لمدينه بامكانك تكوني مثلا في اكادير وتصيفطي لطنجه بوكي فلور، ولا تصيفطي لاي دوله في العالم واي مدينه في المغرب. انا ما ظنيتش انهم غادي يوصل، ولكن عاد عيطت لي السيد وصيفط له دابا لا لوكاليزاسيون وكنتسنى يوصل، وملي غادي يوصل نوريكم هذا البوكي اللي دارته ليا لوستي ورجلها الله يكثر خيرهم. هذا ما كاين، بقاو معايا. عيط لي مول الورد دابا وقال لي ها هو كاين غير قريب هنا، صيفط له اللوكاليزاسيون وغادي نشوفو. بقاو معايا غادي نشوفو الورد اللي جاي كوموندي من لا سويس وجيبوا لي العربيه دنيا العجب. ديال الشتاء الله يرحمنا، ما بان لي والو. غادي نمشي نشوف نطلع عليه من اللي هاي لاباليا ليا. آه يا 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 يا
هانتوما راه العربيه العربيه. ها هو هلا ليفغيزون. ها هي شفتوها؟ ها هي جايه. شو عندهم؟ صيفط له لوكاليزاسيون ولكن جابتو تهضر ما صعيب شي. هاد لوكاليزاسيون تاعي عتقات الوقت. السلام عليكم. خربة هي ان غوين. لا بس الحمد لله ربي يخليك. هاد لا ليفغيزون قول لي بعدا هاد لا ليفغيزون تكوموندات منين؟ من لا سويس. من اشنو افلوغان ولا شي حاجه سميتها بحال هكا؟ اي كوموندا من لا سويس يمكن. اها وعلى كارت راه فيها كلشي. داكور ميرسي بوكو. وكتليفريو في تو بارتو؟ كازا المغرب كامل. كاينه الكارت فيزيت ديالي هنايا. اي كاينه الكارت فيزيت ديالكم واخا. ربي يخليك شكرا بزاف. الله يحفظك. فوالا لا ليفريزون. ميرسي بوكو ايفو. ميرسي دانييل. سا مي في انورميمون بليزير. سي فريمون جونتي دو فوت بار. وي ليفري ا لا كومبان دوبي لا سويس ا لا كومبان. وي فو لو فير. ميرسي بوكو. ميرسي. فوالا Les petits Suisses te souhaitent un très joyeux anniversaire. Ils sont. Oh, Dieu, merci beaucoup. Ah, Nicole, gros bisous. Nicole, ça c'est. Ouais. C'est la Nicole qui l'a fait ça. Ok, merci. Voilà. Ils font la livraison tout partout au Maroc. C'est la Nicole. Gros bisous Nicole. Tu m'as laissé dormir comme ça? Parce que je sais que tu es dans le ketchup. Non, pas content. C'est frites. Avec du ketchup. L'argent. Ouais, je sais pas si c'est dans le ketchup. On aurait peut-être dû prendre le ketchup avec. Ouais. Il y a un petit magasin ici à côté pour acheter le ketchup. T'es sérieuse? Il n'y a pas de ketchup dans un magasin. Papa. T'es contente d'être au restaurant là? C'est joli hein, ce restaurant ici. Hein? C'est magnifique. On va y aller. Quand c'est un anniversaire, on va y aller tout de suite. Ah, d'accord. Tu seras plus meilleure que les autres. Ah, d'accord. Elle est belle. Fais-moi aussi ma bougie. Comme ça. Filme. C'est la même chose que celle-là. Ils ont aussi la même chose, les mêmes pailles. Papa, c'est quoi ce restaurant? C'est pas possible. Ouais. Il voulait pas encore des frites. C'est toi qui as demandé les frites. Hein? C'est vous qui m'avez demandé si je veux encore des frites. J'ai dit oui. J'ai pas fait exprès. C'est quoi la paix? Ouais. المهم البنات وريتكم العشاء. صراحه كان زوين بالنسبه للناس اللي ساكنين في الغزوه او للناس اللي ساكنين في الصويره. هذيك سميتها ريستورون سميتها لو رونديفو. شفت ريستورون والشيف ديال طاغوس.
كان ديال طاغوس دابا كاين ولا خدا هاد الريستوران ديالو كاين في الكيلومتر 8 في الغزوه صراحه كيديروا ان كويزين سامبل اي براتيك ولا كاليتي كيديروا حاجه زوينه بالنسبه للناس اللي كيبغوا البيتزا كيديروا بيتزا زوينه كيديروا اكل اوروبي اكل مغربي كيف ديالهم زوين صراحه عجبنا بزاف التعامل زوين الكادر زوين ناس معقولين اللي عمر لهم الدار صراحه زعما كاين كتمشي كتاكل عند الناس مرتاح كان هذا النهار مي 40 40 عام ويلي حاولي ويلي 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 وخليني نكمل التصوير نهضر مع البنات المهم كان اليوم 40 ما درت فيه والو مشينا غير تعشينا مشيت انا وراجلي وبنتي تعشينا فقط حتى النهار الحد ان شاء الله يجوا البنات يجوا خواتاتي غادي تجي فاطمه الزهراء وغادي تجي سميره حتى هي وان شاء الله وتكون ماما وتكون زعما تكون خواتاتي وتكون ماما وتكون الشباب ديالي يجوا حتى هما غيكونوا و ديك الساعات نديرو كنديرو شي غديوه وشي حليوه ولكن يعني غير يعني غير نكونوا مجموعين و ناكل ندوز واحد الوقت مع بعضياتنا فقط يعني هذا هو الهدف ماشي الهدف اننا نحتفلوا لانه لا احتفال وحنا مازال فتره حداد ومازال فتره حزن على بابا الله يرحمه واول انيفيرسير كندوزو بعيده يعني ما معناش فيه المرحوم الله يرحمه يعني اول انيفيرسير ولا اول مناسبه اللي ما فيهاش معنا بابا الله يرحمه ان شاء الله يكون مكانه يكون في مكان اجمل واحسن هذا ما كان المهم انا حاولت نبارطاجي معكم وان شاء الله ملي يجوا البنات ونهار الحد ندير شي حاجه غادي نوريكم شنو غادي نطيب واشنو غادي ندير ونوريهم نحاول نبارطاجي معكم الوصفات اللي غادي ندير ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ما تحرمونيش من لايكاتكم اشتراكاتكم فعلوا الجرس ونتمنى يكون نكون خفيفه الظل عليكم وتكونوا استفدتوا ودوزتوا وقت ممتع معايا في هذا الفيديو مع السلامه